كده من 25 سنة لما كلهم راحوا أفغانستان وعملوا المشاكل الكبيرة دي. فأنت لو جبت 3500 4000 شخص إيراني لهم قضايا صرف نظر خاطئة أو صحيحة، فهيكونوا مشاكل لإيران في المستقبل لو خرجوا إلى كلاجئين سياسيين في الدول الأوروبية أو دول أوروبية أو دول التي تستخدمهم ضد إيران. فعشان كده أنا بقول احتوائهم. هو طبعا العفو العام هو مشكلة هتعمل، هم فيهم طبعا لا شك مجرمين، ولكن المشكلة إذا تعاملوا بطريقة شرسة مثل طريقتهم سيكون مشاكل في المستقبل بالنسبة للسياسة الإيرانية. فبالتالي أنا أعتقد أن الحل هو في يد إيران والعراق أكثر من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لها مصالحها الخاصة، يعني رضينا أو لم نرضى. فبالتالي هؤلاء الرجال، أنا هم طبعا ما قلت أن هم كبار في السن، أنا 50 سنة ليس كبير في السن أو 60 سنة، ولكن أقول أنهم ليسوا في الشباب، في مرحلة الشباب والتصرف المراهقي الذي تصرف فيه في المستقبل. فهذه الأمور مثل ما حدث في أيرلندا، فأنت محتاج احتواء ليها من ناحية سياسية، وخاصة أن إيران ليست محتاجة صداع من جهات مختلفة كثيرة جاي. وخاصة أن لها أعداء كثيرين ويجب احتوائهم. هذا هو سمحت شيخ قرباني، سمحت شيخ قرباني من طهران، أسمع منك تعليق. الحل في يد إيران والعراق وليس في يد الولايات المتحدة الأمريكية، يجب استيعاب هؤلاء. كيف تعلق على كلام الدكتور مصطفى؟ وإيران ليست بحاجة إلى من يخلق لها أزمات، يعني ربما أشار إلى هذه النقطة. عرض کنم بخدمت شما که بدیهی است که من البدیهی طبعا بان هذه القضيه يجب ان تحل، هذا طبيعي جدا. بالنسبه للعلاقات الطيبه الموجوده بين ايران والعراق، هؤلاء يحاولون ان يخربوا تلك العلاقات او يخفضوا من مستواها. طبعا وجودهم لي يضر بمصالح البلدين، ولكن ماذا حصل؟ انتم ضربتم مثالا عن ايرلندا، والجمهورية الاسلامية بدورها اعلنت بان هؤلاء الذين لم تلطخ اياديهم بدماء الابرياء من الشعب الايراني يستطيعون الرجوع الى بلدهم، ولكن لا اعتقد بان هؤلاء لديهم القرار بايديهم هم كي يتخذوا مثل هذه القرارات. وهناك كما تعلمون هناك ما يسمى بحق الحق العام او حق الناس، لا تستطيع الحكومه ان تتصرف او ان تتنازل عنه. فهؤلاء الذين اياديهم ليست ملطخة يستطيعون العودة، ولكن بالنسبة للظروف التي اثاروها كما شاهدتم في البرامج التلفزيونية، فقد اعلن البعض منهم التوبة وعادوا الى عائلاتهم، الى كنف عائلاتهم، وهم يمارسون حياتهم الطبيعية. ولكن المنافقين الزعماء المنافقين قد خوفوا هؤلاء الاعضاء وقالوا لهم بانكم اذا عدتم الى ايران فسوف يحصل لكم كذا وكذا، وسوف تتعرضون الى السجن او الى القتل، حتى ان البعض منهم ارسلهم الى الخارج بحجة الدراسة وما الى ذلك، ولم يسمح لهم بان يعودوا الى. اما هؤلاء الذين لم يرتكبوا اي جريمة فامكانهم ان يعودوا. وكذلك المنظمات الدولية، انا اعتقد شخصيا يجب ان تفهم هذه المنظمات الدولية هؤلاء الاعضاء بان الجمهورية الإسلامية لا تريد بهم شرا، وكما شاهدنا في المجرمين البوسنة وغيرهم والمحاكمات التي جرت، هذه أمور عادية شاهدناها. يجب أن يحاكم المجرمون وخاصة أولئك الذين أياديهم ملطخة، ويجب أن تكون هناك مجهود دولي منسق. هؤلاء الذين أعمالهم الإرهابية واضحة يجب أن يحاكموا، أما هؤلاء الذين تثبت براءتهم يعني لا ضير في عودة من لم تتلطخ أيديه بدماء الإيرانيين أو أي عمليات إرهابية. بالطبع سأعود إليك سماحة الشيخ، ولكن اسمح لي أن أتوقف. أهلا بكم من جديد. منظمة خلق الإرهابية في العراق بين الحماية الغربية والمطالبة العراقية بطردهم موضوع هذه الحلقة. أعود أذكر بأسماء ضيوفي من طهران عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإسلامي الشيخ موسى قرباني، من لندن عضو حزب المحافظين البريطانية الدكتور وفيق مصطفى،
ومن العراق عضو التحالف الوطني العراقي جمعة العطواني، وأعود وأرحب بكم جميعا معي في هذه الحلقة. سيد العطواني، إذا عدت إليك من بغداد، يعني هناك تصريحات للمتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق يتحدث أنه سيكون هناك اجتماع يعقد قريبا بين العراقيين والأمريكيين ومنظمة خلق لبحث هذا الموضوع لإيوائهم في دول أوروبية، وطالب الحكومة العراقية بمعالجة الموضوع بصورة إنسانية، واتهم الحكومة بأنها تتعامل معهم بخشونة. كيف تعلقون على هذا الكلام؟ ما أعرف يعني أين مكان الخشونة في التعاطي العراقي مع هذه المنظمة. يعني مجموعة من شذاذ الطرق يقتلون أبناء الشعب العراقي منذ عام 1980 وإلى حد يومنا هذا من خلال مشاركة البعث الصدامي المجرم، ثم يجب على الشعب العراقي أن يتعاطى معهم بإنسانية، وفعلا تعاطى معهم الشعب العراقي بإنسانية إلى الدرجة التي اليوم يأخذونهم الحصة التموينية، وهي استحقاق مواطن كل مواطن عراقي، وكل فرد في هذه المنظمة تعطيه الحكومة العراقية حصة تموينية كسائر المواطنين العراقيين، ثم تدخل الحكومة العراقية بأجهزات الأمنية من أجل حماية أفراد هذه المنظمة من التهديدات التي يقوم بها بعض أفراد الشعب العراقي الذين فقدوا أبنائهم وآبائهم على أيادي هذه المنظمة لتحميهم الحكومة العراقية، ثم تعطي المجال لأفراد هذه المنظمة أن يختاروا أي بلد يشاءون أن يذهبوا إليه، والحكومة العراقية تتعهد بإجراء كل هذه التسهيلات، ورغم ذلك تطلب منهم أمريكا من الحكومة العراقية أن تتعاطى بإنسانية. القضية حقيقة بمجملها قضية سياسية كما أسلفت في بداية البرنامج. أمريكا تريد أن تحول هذه المنظمة إلى صوت يحاول أن يضغط على دول الجوار وخاصة في إيران وتنفيذ الأجندة الأمريكية، هذا هو المغزى الأساسي. لذلك الجانب الأمريكي يضغط على الحكومة العراقية من أجل إبقاء هذه المنظمة، والعراق حقيقة لا زال يعاني اليوم في شمال العراق في إقليم كردستان بعض أفراد هذه المنظمة الذين هم خارج سور هذا المعسكر. بالمناسبة أفراد المنظمة ليس بمجموعهم في داخل هذا المعسكر، بل بعضهم خارج المعسكر ينفذون من خلال وسائط ما بين قيادات المعسكر وما بين هذه الأفراد، ينفذون أجندة أمريكية، يقومون بالدخول والتسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية لتنفيذ عمليات إرهابية، ثم تقوم إيران بدورها بالرد على أفراد هذه المنظمة، وبالتالي بدأ القصف قد يطول بعض الحدود العراقية، وهذا حقيقة أزمة سياسية وأزمة أبنية على طول الشريط الحدودي ما بين البلدين. طيب سيد العطواني، لا يخدم السيد العطواني، يعني أنت تؤكد فضلا عن الحكومتين، نعم، وبالتأكيد سيد العطواني الجانب الأمريكي. سيد العطواني، أنت تؤكد أن هناك عناصر من منظمة خلق خارج معسكر أشرف يقومون بعمليات إرهابية. اسمح لي أطرح سؤال هنا، يعني الموضوع ربما يجب أن نركز عليه. يعني هناك تقارير عديدة أشارت إلى أن بعض العمليات الإرهابية التي يشهدها العراق متورطة بها منظمة خلق، هل هذا صحيح؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، تحدثت بعض التقارير عن أن حتى عناصر منظمة خلق قتلوا عدد من عناصر البشمركة خلال الأيام الماضية، وربما هناك عدد ما بين 200 أو أكثر كان هناك مواجهات، هل هذا صحيح؟ وهل دائما يعني تشهد ربما الأراضي العراقية مواجهات حتى مع القوات الأمنية أو البشمركة أو ما شابه ذلك؟ يعني دعني أؤكد لك، عندما كان المعسكر تحت سلطة الاحتلال الأمريكي كان أعضاء هذه المنظمة يصلون ويجولون بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، هذا أمر واضح لأبسط مواطن عراقي لأنه يراه بأم عينه. وبعد أن سلم المعسكر إلى الجانب العراقي طبعا هنالك قوات مشتركة، وقبل التسليم استطاع الجانب الأمريكي أن يسرب عدد كبير من